لو عايز تيجي الساحل تعملش حساب في اعلى من 80,000 جنيه. انا اول امبارح حفلة رضا البحراوي 6,000 جنيه بلو وايت بيتش عشان اخشه 8,000. دب قوي. ايوه فشخ يا دب قوي. ياد قال لك هتنقصر وصدرك واقع وحالتك حاله. يعني انت خدت بالك بيقول لك هتنقصر وبعد كده 80,000. خدت بالك؟ خدت بقى 80,000 جنيه. اهم حاجه 80,000 ومش هتعرف تنبسط. اشكال. هاي جايز. هاي. طبعا سوري للمنظر ده بس انا لسه طالعه من البحر حالا عشان بس في بوينتس كده كانت بصراحه بتضايقني قوي. يعني انا بس عايزه اعرف الناس اللي عماله تقول الساحل الطيب والساحل الشرير والميه ب 200 جنيه وبجد الاسعار هناك غاليه قوي. على فكره الكلام ده مش صح خالص خالص وانا هثبت لكم حالا. دي كابانا عشان بس اللي محدش عارفها. دي اسمها كابانا وبتكون دايركت على البحر تمام وبيكون فيها جاكوزي وكمان فيها شوايه. تخيلوا المكان ده سعره كام. اولا المكان ده سعره 10,000 per night بس يعني مش غالي خالص. يعني في ناس بس ولا ميرو هو ايه ال 10,000 per night 10,000 per night ايه per night ده؟ ده تقريبا هديه عليها زي شاحن وسوكت ولاعه عاديه. ايه الكابانه دي؟ العلبه. أيوة. اللي هي العلبه الصفيح كونتينر يعني اللي هي اللي بتكبر كل. أيوة. عارف اللي بتيجي هدايا. أيوة. كونتينرايه الصغيره بالظبط وشوايه وجاكوزي. هم ما شافوناش واحنا في المعموره خالص. ما شافوش اي حاجه. كنا واخدين شقه وعليها 3 كروت شاطئ ملاك شاطئ خاص برايفت. لا كان عام تقريبا. لا برايفت كان خاص. برايفت يا راجل اللي هو الشط ما فرقتش سواء اللي عام هم وناس وكبنات كبنات على طول ما انت ماشي تشوف كبنات في كل حته. بس هي تقريبا قصدها على الساحل ان الكبانه دي هي الشاليه اللي هو بيبقى على البحر تقريبا. هو في الساحل اسمه كبانه. طب وال 10,000 بير نايت هو ايه الرقم ده اصلا؟ ده اللي هو 10,000 ده 10,000. طب هو ده في الليله ولا عشان تنزل البحر؟ في الاسبوع. يعني ده مبلغ كتير المبلغ ده. انا معايا واحد صاحبي عاوز يصيف ب 3,350. ايوه والله ومصر لحد النهارده. أيوة. مش راضي سنتين مصر. هو عارف يعني نفسه بس طالع نازل والجنيه طالع نازل 3,350 مش بيتحرك عنه. وعندي واحد تاني لحد النهارده ما طلعش من الشغل بسبب ان هو راح صيف. انا عارف. انا بتكلم بصراحه والله. يعني حد لو حد يا هانم سمع موضوع ال 3,000 بير نايت دول محدش هيروح في حته. 10,000 بير نايت وفي شوايه وفي نو واي بليز ما تتحايليش عليا. انا استحاله اخرج مع سلمى دي في حته تاني. دي بتعرنا اوكي يو نو بتعرنا. اخر مره كنا رايحين نتغدى في مراسي اوكي نازله ومش مبينه سرتها متخيله ماشيه في وسطينا كده عادي بجد عار. كلنا لابسين هاف ستومكس. انا بناشد سلمى ان هي تبين سرتها عشان صاحبتك دعاء متضايقه مني شويه. متضايقه جامد. ده مقيمه عليها. وبالنسبه للستومكس فاحنا يا ريت نبطل الحاجات يا عم. لا نهدى حتى. يعني كلكم بتستمكوا ليه يا عم؟ سلمى ضروري تبيني صورتك ضروري علشان دعاء خربة الدنيا. ونكلم ندى ولما اصحابكم ونهدى في الاستومكس. نهدى في الاستومكس. لا واللي زيت وغطى بقى يا ندى واقفه بكل بجاحه تقولي ايه بقى؟ هو انتوا بجد في حد منكم مالك جوه؟ مالك بتقولي مالك يا ندى؟ ها مالك مش اونر يا حبيبتي. قمه في الفلح والجهل. لا فظيعه مش هسافر ما في حته تاني. لا يا ندى الدنيا صعبه يا ندى. انا كان عندي واحد صاحبي كان فاكر الكيو ار كود ده بوليت ايس كريم. ايوه ناخده كام بار كود يعني كان فاكرها بالاعداد بالكم على فكره. لا بس بقول لك هي من قريه امون. وعاوز اشال. قول لي يا امون دي شعبيه؟ والله يعني احنا عارفين ال ما انا مش عارف. لا انا بقول لها يا ندى دي قريه سلمى من امبابه اصلا. انتي عارفه يعني ايه قريه امون؟ شفت تحس ان في سلك كهرباء لما بتقول لها شفتي بقى يا احنا واقفين على الكيو ار كود. احنا واقفين على الجيت بتقول لها في حد مالك جوه. الاونر. لا اسمها اونر يا لهوي. هي ليه؟ انا عندي واحد صاحبي بينطق انور بالعزاء يعني كويس الحمد لله ده كرم من ربنا. مالها البوابه مثلا؟ البوابات عدينا البوابات ومعدينا. خربنا الدنيا خربينا خالص.